تدفع عن شريحة كبيرة من كبار السن ومن الأمراض المزمنة. أستاذ علي، إحنا برنامجكم هو رأي الأغلبية، يعني رأي الأغلبية لابد أن يكون مسموع عند وزير الصحة وعند وزارة الصحة. أتفق معك. اليوم الانقطاعات والإهمال للكوادر الصحية وكذلك القطاعات الصحية تجاه المواطن العراقي شيء بائس جدا. احنا عندنا بخصوص الامراض السرطانيه في محافظه النجف الاشرف ناس جات موت استاذ علي، ناس جات موت على ابره ماكو، على كبسول ماكو. يعني انا عندي والدتي شهريا عندها ابره اكسجيفا، هاي الاكسجيفا سعرها 500 دولار شهريا. محافظه النجف باكبرها بمظاهرها الادويه ما متوفره، اروح اجيبها من الحارسيه كنت اجيبها ب 350 دولار بسبب الحظر، بسبب قطع الطرق قمت اجيبها ب 500 دولار. اريد اشوف وزير الصحه وين يقدر يتحمل المواطن العراقي يجيب هاي الابره ب 500 دولار؟ هو شنو مورد المواطن العراقي؟ وين دور وزارة الصحة تجاه المواطن العراقي وتجاه كبار السن والأمراض المزمنة؟ صح. سابقا كانت أكو دفاتر كبار السن اللي المتقاعدين اللي ما عنده راتب يروح يستلم علاجه من المستوصف الصحي. صح. عرفنا.